بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي العظيم في مصر والوطن العربي الكبير، والفقرة الحوارية الثانية والأخيرة من برنامج الأهلي الليلة النهاردة في سهرة بداية هذا الأسبوع، وبالتأكيد سهرة الحد النهاردة استعدادا للمرحلة القادمة، ولا بالتأكيد حديث سيعلو على حديث مباراة الأهلي وسان داونز، مش سان داونز والأهلي، لا، حديث عن مباراة الأهلي وسان داونز، مباراة الإياب إن شاء الله خلال الفترة القادمة، مباراة مهمة جدا بإذن الله يوم السبت القادم بإذن الله على ملعب برج العرب إن شاء الله في إياب دور ربع النهائي للبطولة الإفريقية. خلال هذا الأسبوع وخلال هذه الفترة محتاجين نتعامل مع الحدث اللي احنا فيه، مش هقول مسميات كبيرة لأن الحدث اللي احنا فيه حدث محتاج نتعامل فيه بمعالجة إعلامية ومهنية مهمة جدا، لأن احنا أو بمعنى أدق النادي الأهلي بيشارك في العديد من البطولات. البطولة الإفريقية هي أعظم وأقوى البطولات الإفريقية والبطولات القارية، دوري الأبطال الأفريقي، بطولة الدوري العام، بطولة كأس مصر، بطولة السوبر المصري، فبالتأكيد عندنا أحداث مهمة جدا خلال الفترة القادمة. المعالجة الإعلامية بتتطلب إن احنا نتعامل مع الحدث بكل واقعية وبكل منطق، وفي نفس الوقت كمان إن احنا إزاي نساعد جمهورنا خلال الفترة القادمة عشان يكون دوره الإيجابي زي ما احنا متعودين دايما من جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي دايما واعي وعارف مصلحة فرقته فين، والمعالجة زي ما بأكد عليها 100 مرة، المعالجة الإعلامية هنا ليها دور إيجابي في الفترة القادمة، إزاي نبني للمرحلة القادمة، وإزاي ما نكونش ضغط أو ما نكونش عامل سلبي على جمهور النادي الأهلي في الأساس، لأن زي ما الجمهور بيزعل في الحزن أو في الهزيمة بالتأكيد بيفرح وبيسعد وبيفرح الكل لما الفرقة بتكسب وبتحقق بطولات وبتحقق نتائج كويسة. فبالتالي خلال الفترة القادمة الجمهور دايما بيبقى معاه الحق في كل وقت، والجمهور دايما بيبقى هو الخير السند للفريق في أي مرحلة، ودايما جمهور النادي الأهلي لما غنى وشجع في المدرجات قال على الحلوة والمرة معاه. التوقيت اللي احنا فيه ده محتاجين تكاتف كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. مش بتكلم على نتيجة مباراة العودة اللي احنا بنتكلم في نتيجة كبيرة أو نكسب 6 أو نكسب 5، الأهلي 7 عمل ده على فكرة بالمناسبة في مباريات سابقة ومش بعيدة من سنتين مباراة النجم الساحلي. لكن الفكرة إن احنا الجمهور إزاي دوره الفترة الجاية يبقى واقف في صف فرقته، عشان البطولة الأفريقية عدت، إذا كان كرة القدم أبت أو شاءت إن النادي الأهلي يكمل فيها هيكمل فيها، ما كملش فيها وزيها زي أي بطولة سابقة، لسه عندنا بطولة الدوري العام، لسه عندنا بطولة الكاس، تحدي كبير جدا السنة دي تحديدا، والتحدي ده الوحيد اللي واقف في صف النادي الأهلي بشكل قوي جمهور النادي الأهلي، إن عارف مصلحة فرقته إزاي الفترة الجاية. الجهاز الفني واللاعبين أكيد عندهم مهمة فنية مهمة جدا خلال الساعات القادمة، إزاي هيتعامل مع الملفات دي، وإزاي هيتعامل مع مباراة مصر المقاصة في الدوري، وإزاي هيتعامل مع مباراة إفريقيا. واللعيبة مش محتاجة أي نصيحة أو مش محتاجة أي كلام مننا، لأن عارفة إيه المطلوب منها في مباراة العودة أو إيه اللي مطلوب منها المرحلة الجاية. في لعيبة عندها خبرات كبيرة هتقدر تقف في التوقيت ده وقفة كويسة ووقفة جادة عشان تستعيد المسار. وفي دور مهم جدا اتعمل في قطاع كرة القدم الفترة الأخيرة للتحضير للموسم بشكل عام، وجات صفقات على أعلى مستوى، وبالتأكيد نتاج هذا الشغل مش هيظهر في هذه المباراة ومش هنقيمه في مباراة، لأن بالتأكيد لسه عندنا مشوار طويل، وإن شاء الله بإذن الله الشغل اللي اتعمل بكل جهد وكان فيه يعني جهد مبذول بشكل كبير جدا هتكون الدوري، وإزاي هيتعامل مع مباراة إفريقيا. واللعيبة مش محتاجة أي نصيحة أو مش محتاجة أي كلام مننا، لأن عارفة ايه المطلوب منها في مباراة العودة او ايه اللي مطلوب منها المرحلة الجاية. في لعيبة عندها خبرات كبيرة هتقدر تقف في التوقيت ده وقفة كويسة ووقفة جادة عشان تستعيد المسار. وفي دور مهم جدا اتعمل في قطاع كرة القدم الفترة الأخيرة للتحضير للموسم بشكل عام، وجات صفقات على أعلى مستوى، وبالتأكيد نتاج هذا الشغل مش هيظهر في هذه المباراة ومش هنقيمه في مباراة، لأن بالتأكيد لسه عندنا مشوار طويل، وإن شاء الله بإذن الله الشغل اللي اتعمل بكل جهد وكان فيه يعني جهد مبذول بشكل كبير جدا هتكون نتيجته إن شاء الله إيجابية خلال المرحلة القادمة. الدوافع الفترة الجاية مهم جدا إن احنا نتكلم عليها، لأن الدوافع والمطلوب مننا كإعلام أو من جمهور هيظهر خلال الفترة القادمة مع اللعيبة في المباريات الحاسمة. مباراة مصر المقاصة مباراة ما تقلش أهمية، 3 نقاط مهمة، وعايز أربط الروح والدوافع اللي كانت موجودة في مباراة الاتحاد السكندري وكلنا فرحنا بيها بشكل كبير جدا لكن افتقدناها في مباراة سان داونز، ما تروحش مننا، لأن الروح روح الأهلي وروح الفانيلة الحمراء في الدقيقة 90 واللي كلنا اتكلمنا عليها بعد هذه المباراة، مباراة الاتحاد السكندري،
كانت مهمة جدا في الفترة الجاية عشان نعرف الناس برضو ان في نفس الوقت اللعيبة لو قد اخفقت في مباراة اكيد ان شاء الله روح الفانيلا الحمراء هيكون لها دور كبير جدا مع اللعيبة في المباريات القادمة، واللي حصل في مباراة الاتحاد السكندري او في مباريات سابقة ان شاء الله هيكون لها رد فعل ايجابي في المباراة القادمة. مباراة خارج التقييم الفني، لكن اجمالا في كل هذه الاحداث هنتكلم في تفاصيل كتير، هنتكلم في مسألة وجود الجمهور في استاد برج العرب، هنتكلم في امور كتيرة جدا خلال المرحلة القادمة. وللمزيد من التفاصيل في كل هذه الإطلالات الإخبارية أو الموضوعات الحيوية اللي هنتكلم فيها بيشرفني وبينورني في الفقرة الحوارية الأخيرة من برنامج الأهلي الليلة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. أستاذ عصام برحب بيك في البداية وآسف لو أطلت عليك في المقدمة. لا بالعكس، لكن مهم جدا كل جمهور النادي الأهلي وكل الجماهير المصرية، مهم جدا طبعا أنه تعمل ما يمكن أن يكون تقديمة للعناوين مهمة للموضوع اللي هنبدأ نتكلم فيه. بالظبط كده، هي عناوين مهمة وموضوعات مهمة. صحيح. وأنا تعمدت أتكلم عن المعالجة الإعلامية والدور المهني الفترة الجاية والدوافع والمطلوب، لأن احنا ما يهمناش إلا مصلحة النادي الأهلي، وما يهمناش إلا فرحة جمهور النادي الأهلي، وما يهمناش إن لجمهور النادي الأهلي دايما بيكون في صف فرقته. شوف الحلوة والمرة معاه. شوف أنت بتأكد المتأكد، يعني يمكن أنا قلت ده يعني على كابتن حسين شحات اللي هو فكرة تأكيد المتأكد. أنت لاعب بحجم فني كبير، أنت لاعب استهدف عقدك النادي الأهلي، أنت استهدفت استكمال مسيرتك مع النادي الأهلي، ليه الآن من فكرة أنك عايز تأكد أنك فاعل وأنك قدر المسؤولية؟ وبالتالي الدور الإعلامي مطلوب، الدور الجماهيري معمول بقى مش مطلوب، فالجماهير عليها دور طبعا، لكن كمان الجماهير لها حقوق على بالزبط. اللاعبين وعلى يعني هذه الكتيبة اللي صحيح الحلوة والمرة اللي صحيح كم أعطتك، لكن الوقت ده لا يسمح بكبارة النادي الأهلي وبالتالي كبارة جماهيره أنه أنت وأنت بتخاطب الجماهير تقول لها كم أعطاك الأهلي، وبالتالي تحمل معي يا أستاذ يا كابتن يا بنتي يا هانم يا مدام يا حجة. لا، المطلوب أنه يبقى زاوية الرؤية واضحة أن للكرة منطق، وأنا يعني واحد من الجمل اللي أنت قلتها فكرة الواقعية، يعني فكرة المعالجة تكون واقعية، وبينما أنت تبحث عن الواقعية علينا أيضا أن نطالب اللاعبين والجهاز الفني بجزء واقعي جدا جدا، وهو حسن الاستعداد، وهو أن يؤدوا ما عليهم وفقط. بالضبط. طيب الأسبوع ده مهم جدا في حاجات كتير محتاجين نأكد عليها، لأن في توقيتات معينة الأهلي كان تعرض لبعض الظروف في بعض المباريات وكان الأداء الفني عالي جدا. وهضرب مثل من كذا سنة لما كان مانويل جوزيه بيقود النادي الأهلي في مباراة الدوري العام، وكان عنده مباراة الأهلي والإسماعيلي في استاد القاهرة، وفي جيل كان محقق كل النتائج الإيجابية، وفجأة بدون مقدمات خسر من الإسماعيلي على أرض استاد القاهرة 3-0. في التوقيت ده مانويل جوزيه مع اللاعبين راحوا للجمهور، خدوا دفعه معنويه عشان بسرعه يستعيدوا المشهد ويستعيدوا الموقف. يعني بيتكرر الموقف بعد كذا سنه وبتخسر مباراه في جنوب افريقيا بنتيجه لم تحدث من قبل، لكن ازاي نستعيد نفس المشهد عشان نشوف نفس اللعيبه بالروح اللي كانت في مباراه الاتحاد السكندري من كام يوم؟ مش بتكلم على بطولات من سنوات سابقه، لا من كام يوم. ازاي نستعيد المشهد ده خلال الايام القادمه؟ يعني شو هو المسألة كلها يعني فيها فكرة ضبط النفس، مش ضبط النفس للأشخاص، يعني هي ضبطة نفسها. الكل يجب أن يؤدي ما عليه من أدوار، لا يمكن أبدا أن أنا أقول للجماهير عليك أن تتحملي بينما الجماهير ترى أنها قدمت وستقدم وستظل تقدم كل ما يمكن تحت العنوان المهم اللي انت قلته واللي جماهير الأهلي دايما فخورة بيه، ألا وهو على الحلوة والمرة. وبالتالي يعني فكرة أعتقد أو أظن ما تنفعش، ينفع أكيد. أكيد إدارة النادي الأهلي ربما على مدار مواسم خمسة أو سنوات أكثر من خمسة لو سنوات، يعني لأن الموسم بيبقى 2018-2017 أتت بكتيبة من النجوم ووفرة وفتحت يعني ما يسمى بالخزائن الحمراء علشان ترضي كبرياء وطموح النادي الأهلي شعبا
بالظبط، وإدارة ومن ثم حداثة كمان. تمام. علشان يبقى متوفر عندك أدوات كثيرة جدا، أهمها وفي القلب منها نجوم سوبر ثم جهاز فني على أعلى مستوى. الأهلي دائما كان وسيظل، وهذا هو المؤكد، لا تتدخل إدارته العليا في الإدارة الفنية، حتى ما يطلق عليه الإطلالة الزيارة لا تكون اللي سمع ولو من محمود الخطيب، وهو من هو في كرة القدم وأيضا هو رئيس مجلس الإدارة، لا يمكن أن تكون لتسمع قائمة الفريق أو تعرف من سيلعب ومن لن يلعب، ولكن هي إطلالة المطلوب فيها دائما أن النادي الأهلي لديه شكل أداء، لديه ضوابط أداء، لديه ما يقدمه وينعكس فنيا على كرة القدم، اللي هو النتائج يهم بالدرجة الأولى، قبلها الأداء الروح. ولكن علشان جمهور الأهلي واقعي جدا جدا، الروح تحتاج لأجساد قوية، غابت هذه القوة عن كتيبة يوم سان داونز، وبالتالي ده اللي لازم اللاعبين يراجعوه مع نفسهم، لأنه لما تبقى أنت النادي الأهلي وتبقى بلس 90 هي يعني عنوانك الرئيسي زي كده 6 شارع الجزيرة عنوان مقر النادي الأهلي، يبقى لازم دايما كل من يكون حسن الحظ احترافيا بالتواجد داخل المؤسسة الحمراء أحد أعضاء فريقها، وبالتالي عليك أن تقدم دليل أنك أنت موجود. أهم شيء بيطلبه دايما لأوراق اعتمادك جمهور الأهلي أن تؤدي الأهلي جمهورا وإدارة لا تحاسب لاعبيها على مجرد النتائج، والدليل أنه لا تعجل، لا يمكن أبدا الأخذ في الاعتبار فكرة التغيير بالقطعة، فكرة التغيير بنتيجة أو حتى كتلة مباريات أو حتى خسارة بطولة، فالدولاب الأحمر مليء بالبطولات، لكنه كان دائما يمهد الطريق لهذا الدولاب لتكون البطولات عارفة مكانها كويس قوي وعارفة هي بتيجي إزاي، وبالتالي هو ده اللي المفروض يشتغل عليه الجهاز جنبا إلى جنب مع اللاعبين خلال التحضير للمباراة القادمة. وكان رهان مهم قوي أن تسأل أو تسأل فتجيب، هل سيطلب الأهلي تأجيل مباراة المقصة؟ الإجابة الأهلي لن يفعلها، الأهلي لديه مقدرات، الأهلي لديه مطالبات كإدارة أنه عايز ضبط ليه أدوات لعب كرة القدم من إدارة الكرة المصرية، ومن ثم لن يعاود الضغط مجددا في سبيل الكلام عن ضغط المباريات وكل 72 ساعة وكل 73 ساعة وكل 24 ساعة. الأهلي لا يمكن أن يذهب لهذه الأشياء اللي هي بنعتبرها شماعات أو نقط ارتكاز علشان تعدي أزمة، ما في أزمة في فرقة الكرة لكنها ليست بأزمة كروية، هي أزمة نتيجة مباراة قد تكون عملت ضبابية على حلم التسعة يا أهلي، خاصة في ظل معطيات غريبة جدا كانت في النهائي السابق في تونس والكل يعرف، وهذه بقى هي من المرات القليلة اللي فعلا الإدارة الحمراء والجماهير والإعلام، سواء الإعلام الذي يعمل مع المنظومة في النادي الأهلي أو حتى الإعلام العام، لا كان له رأي أن الأهلي ذهب إلى حيث أراد كثيرون أن يخسر هذه البطولة. صحيح كان في مساهمات في قلة الأداء أو كذا أو نقص ربما في النجوم، لكن بالفعل كانت هناك نوايا ليخسر الأهلي، ومن ثم أعتقد أن المرة دي اللاعبين والجهاز هم فقط المطالبون بأداء ما عليهم. عارف حق الأداء العلني كده لما يقولك في فكرة يعني الموسيقى وحقوق الملكية الفكرية، لا في حق أداء علني عند الجهاز وعند الفريق ونجومه مطالبين به، بعيدا عن شكل النتيجة، بعيدا عن الحالة الرقمية للنتيجة أيا ما تكون. الحالة الرقمية للنتيجة وما قالت ليه النتيجة، أنا بعتبر أن هذه المباراة خارج نطاق التقييم الفني. صحيح. لو تعادت 100 مرة بنفس التشكيل بنفس طعم التحكيم بنفس الأجواء في الملعب بحضور الجمهور صعب تتكرر تاني. في مباريات كده في التاريخ لو تعادت كذا مرة استحالة تطلع بنفس الشكل. ليه؟ مش هم دول لعيبة النادي الأهلي، أو مش ده الشكل اللي ظهر بيه المفروض لعيبة النادي الأهلي، مش ده الفريق اللي ظهر بنفس الروح والقوة
في مباراة الاتحاد السكندري، مش ده الجهاز الفني اللي كان دايما الكل بيشيد بيه في تطور أداء عدد من اللاعبين زي كريم نيدفيد ومحمد هاني وعمر السلية وعودة السلية للمنتخب من خلال تألقه مع النادي الأهلي؟ في حاجات كتير قوي خلال الفترة الأخيرة البعض ممكن ينساها، نتيجة ماتش، نتيجة رقم حصل في ماتش، ومش هضرب أمثلة مباراة البرازيل وألمانيا أو باريس سان جيرمان وبرشلونة، وإن كان القارة الإفريقية أو الإعلام الإفريقي أستاذ عصام آسف يعني فضل. كان نتيجة عملت زلزال في القارة الإفريقية وفي الإعلام في القارة الإفريقية بشكل رهيب جدا. ما هو بالظبط زي نتيجة البرازيل، زي نتيجة البرازيل وألمانيا، لكن عملت زلزال بالزبط. في أمريكا اللاتينية بل وفي العالم أجمع بالظبط، لكن الكل بيراهن على إن النادي الأهلي دايما قماشة مختلفة. القماشه المختلف ده مش نتيجه امبارح او نتيجه ماتش او نتيجه بطوله، نتيجه احداث كتيره جدا حصلت عبر التاريخ بالنسبه للنادي الاهلي. ازاي نتعامل او ازاي الاهلي يتعامل بما انه قيمته الكبيره في العالم وفي افريقيا الكل بينظر له بالمنظور ده، ازاي يتعامل على مدار هذا الاسبوع؟ برضو مش عايز اكد على ان مباراه السبت الجاي احنا بنتكلم عشان نعمل رومونتادا او 5 أو 6، الفكره مش في كده، الفكره ازاي الجمهور يحس ان الاهلي استعد خلال هذا الاسبوع عشان يقدر يحضر بشكل كويس ويطلع بشكل كويس ويعوض ما حدث في مباراة سان داونز في بريتوريا. الحقيقة هي ريمونتادا فنية المرة دي، مش ريمونتادا في عدد الأهداف بالظبط كده، بمعنى عشان ما نعملش ضغط على اللعيبة أكتر بمعنى ممانت. يعني أعتقد أنه أو يعني أغلب الظن تأكيد أنه الجماهير الحمراء حتى في لحظات زي اللي مرت عليها كانت سعيدة مثلا بأداء نجوم الأهلي في فريق التحليل، لأنه لم يجدوا شماعات ولا بحثوا عنها ولا أيدوها ولا أنصتوا إليها، وأيضا فكرة أن الإدارة لم ينبري أحدهم ولا رئيس البعثة ولا زي ما أقول ولازم، وإحنا بنقول عن كرة القدم لما يأتي ذكر كابتن محمود الخطيب، محبوب الخطيب بالنسبة لجماهيره، واحد من أهم علامات مش كرة القدم وبس زي ما البعض بيحب يقول، الإدارة هو بالفعل متدرج إداريا إلى قمة الهرم في النادي الأهلي، لم يخرج أيضا لا منفعلا ولا سائلا ولم يتحرك إلا بما اعتاده النادي الأهلي. سينتظر تقرير فني ليضع أمام نفسه كل معطيات المباراة، ومن ثم أعتقد أن النجوم دي بقى هي اللي لازم تراجع نفسها الحقيقة، زي ما قلنا في دور للإعلام، زي ما قلنا في دور للجمهور، زي ما قلنا في أدوار كثيرة جدا. لا الحقيقة نجوم في النادي الأهلي يحتاجوا إلى ما فعلته الإدارة الحمراء، ألا وهو تحديث للسوفت وير بتاعه بالزبط. ما تكلمنيش عن لعيب في النادي الأهلي وما عندوش 50 كرة بيجي يشوطهم لوحده، ما تكلمنيش عن لعيب في النادي الأهلي بيعمل تاكلينج وما بيلعبش ربع ساعة تاكلينج لوحده. تريزيجيه كان معايا في ندوة بسيطة كده وهو من مدرسة النادي الأهلي، يعني لما بنتكلم عن اللعب بدءا من تركيا مش هنقول قلب أوروبا، يعني الحوار كله أن المران الجماعي يكون بعد أن يهتم كل لاعب بأدواته الخاصة بالظبط، كان كل واحد بيروح يطور بسلاحه الخاص بالظبط، يذهب الى الافطار في النادي، ثم اذا كان ممن يسدده فيسدد بضعة كرات، طبعا هو واخد ادفانج او واخد ابروف من الجهاز الفني عشان ما يبقاش بيشوط مثلا ويجي له عضله او 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 او، يعني في ظل برامج اقصد. وبالتالي اعتقد ان لاعبو الاهلي الان في الجيل ده يحتاجوا ان يكونوا عند حسن ظن الاداره الحمراء التي جلبت الأفضل والأحدث، واللي لازم مع حضرتك ننقل كمان للجمهور الأحمر أن هناك تفكير في مجلس الإدارة، يعني علمت كده بلغة الصحافة أن هناك تحديث أيضا للبنية التحتية على مستوى أجهزة ستصل، على مستوى أدوات ستكون موجودة خلال المران، مش علشان نتيجة المباراة لأنه ده اللي كان شغالين عليه. ممكن أنا مع حضرتك قلت هنا انه هناك ما هو يعني لصالح حتى ارضيه ملعب التتش واعاده تقييم لادوات الجيم باحدث ما يمكن ان يكون، علشان ايه بقى؟ علشان نصل انه لما يبقى معاك مدرب من كلاس ايه بمساعدينه بضوابط زي التغذيه زي الفيزيكال فيتنس زي كل النواحي المطلوبه في مشروعيه احترافيه كره القدم ستتواجد على التوالي، ومن ثم
اللاعبين مرة تانية وتالتة ورابعة، عليهم أن يغيروا السوفت وير بتاعهم حتى يكونوا كما رأوا من أجيال سبقتهم، خاصة حديثي العهد بالنادي الأهلي. هم يستحقوا الوجود؟ طبعا يستحقوا الوجود في النادي الأهلي، لأن الاختيار في الأهلي مش عشوائي ومش بجماهيريتك ولا بمهارتك، بمقايسة كده تنطبق عليك بالزبط. وبالتالي عليك بقى أن تستكمل أوراقك في النادي الأهلي، ألا وهي أن تكون حاضر في الميعاد لتقديم هذه الجرعة من الحداثة. أنا مش هاخدك من إيدك، أنت مش في كي جي وان كرة قدم، أنت في يعني أم الجامعات الكروية النادي الأهلي عربيا وأفريقيا ومحليا وقاريا، وأعتقد كمان أنت في المنظومة العالمية عندك رقم بطبقا لآخر إحصاء. ومن ثم اللاعبين عليهم أنهم مش يأخذوا الموضوع مركز الجد، فهذه هي عادة حمراء تفرضها الإدارة، تفرضها المؤسسة، لكن أنا بتكلم عن أدواتهم هم الخاصة. لا يمكن أبدا أن أنت تكون شايف كرة عرضية وأنت مدافع وما بتتمرنش مع نفسك وما بتتفرجش مع نفسك على مواقف شبه دي، لا أتحدث عن هدف بعينه، ثم تكون بتصل لي داخل منطقة الجزاء وأحيانا إلى السكس يارد، يعني اسمح لي نروح للحته دي شويه الفنيه قوي يعني، وبالتالي تجد ان اللاعب الجنوب افريقي المحترف البرازيلي لما يلمسها مركز وعامل رجله وعامل وشه وعامل صدره انها تبقى جوه الجون، بينما لاعب النادي الاهلي مش اي حد بقى ممكن يلمسها وخلاص ونلتمس بقى العذر يا والحظ وكذا، لا، للحظ حدود ولجنرال توفيق ايضا حدود، يسبقها حسن الإعداد، حسن أدواتك. المؤكد أن الرسام يرسم كثيرا حتى تخرج لوحته في عظمة، وبالتالي الموسيقي يسمع كثيرا حتى حين يدون نوتة تجده يكتبها يعني مع أروع السيمفونيات وهكذا بقى. وبالتالي الفنان لاعب الكرة عليه أن يجيد استغلال أدواته، أن يحسن وجوده داخل منظومة الفريق الجماعية. ده معناه أنه اللاعبين فقط؟ لا، والجهاز الفني أيضا، على الجهاز الفني مراجعة الكثير مما مش يحدث بالنسبة لأحداث، عشان زي ما كنا بنتكلم قبل الهوا مش أي حد هيرمي كلمة هنا وجملة هنا تتجمع تبقى موضوع من لا شيء، من لا شيء، لكن على الجهاز بالفعل أن يراجع كثيرا وخاصة مستر لسارتي ما لديه من سيستم جاء ليطبقه هنا. يعني عد يا مستر لسارتي خواجة 100%، لا يعني يأخذك بيقولوا عليها ايه في الجمل اللي دمها خفيف، شفقة ولا رحمة بحد، مثلا زعلان شوية لا غضبان شوية. في النادي الاهلي يا مستر لسارتي الموضوع ده قديم قوي، الموضوع ده ما ينفعش خالص، الموضوع ده منهي، لا يوجد اسم الا النادي الاهلي بيكبر بيه كل الأسماء وكل النجوم. دي الأدوات اللي يجب مراعاتها ويجب التدقيق فيها لحين استكمال تحديث المنظومة اللي أنا بقول لحضرتك وبقول للجمهور بمعلوماتنا كصحفيين الإدارة الحمراء راحة إليها. وبكمل كلام حضرتك يا استاذ عصام في جزئيه ان التخطيط اللي تم لقطاع كره القدم منذ مباراه الترجي التونسي حتى هذه اللحظه كان رايح لسكه انك عايز تتوج باللقب الافريقي، عايز تكسب الدوري، عايز تكسب الكاس، انتقالات الكل وصفها بلا استثناء في مصر ان هو غت موسم انتقالات تاريخي في شهر يناير. كابتن محمود الخطيب بيتابع الامور الفنيه بشكل كويس جدا، بيقيمها بشكل واقعي، وبرده التقييم بيبقى صحيح طبقا لقواعد عالميه كما تعود، وتبقى لما تبقى الرساله وصلت فيما سبق. الله ينور، الله ينور عليك. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لما تحسبها شوف ازاي انتقلت السلطه في النادي الاهلي. كابتن خطيب كان موجود مع المايستر رحمه الله، مع الكابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه، واخد بال حضرتك، وهو ثالثهما طبقا لجيله، ومن ثم اعتادوا على ده. كائن من كان يأتي ليدير النادي الأهلي، لا أحد من هذه القامات يتحدث عن من سيلعب، ما هي الأسماء، ما هي اللاعبين أو الطريقة، حتى 3-5-2 ولا 8-8-6، وكلهم فطاحل كرة قدم. ضيف لكده لجنة كرة كانوا موجودين فيها ثلاثتهم، وكابتن طارق سليم رحمة الله، كابتن ثابت البطل رحمة الله، واخد بالك. ومن ثم حتى ده لم يكن تدخلا بالمعنى المفهوم
قاريا واقليميا طبقا لمنطقتنا، ولكن على احدث مستوى. لا التقييم هيكون صحيح. اذا المطلوب الان انه اللاعبين والاجهزه الفنيه تراعي دورها، دقه ما وضع من تحديث وما اطلق عليه كابتن محمود الخطيب ايه، خارطه الطريق يعني ان صح التعبير لكره القدم، اللي اعلنت قبل مباراه الترجي لو حضرتك متذكر، اللي هو اعاده تخطيط قطاع كرة القدم. بالظبط، كان ليه تصريحات شهيرة في التوقيت ده، والكل تفائل خير بالمرحلة القادمة، ولسه متفائلين خير بالمرحلة القادمة يا استاذ عصام، لان بقول لك قد تكون نتيجة مباراة خارج التقييم الفني، مش هنهد المعبد بسبب نتيجة مباراة، لكن اكيد المرحلة الجاية انا والله واثق، بما ان انا شفت داخل النادي الاهلي كتير وحضرتك والجمهور نفسه في المدرجات شاف ده جوه النادي الاهلي، لما بتخسر مباراة بالشكل ده دايما بيبقى الجمهور في ظهر الفرقة، بتستعيد بسرعة اسمك ومكانتك، كبريائك حتى في القارة الإفريقية ازاي بسرعة بتستعيده. الفارق بين الأهلي وغيره، أيوة، أنه ليس أوان التغيير، هو أوان مزيد من التنظيم. يعني دايما في مواقف زي كده في أماكن أخرى قد تسمع أنه أوان التغيير، لا ده أوان التظبيط. تظبيط إيه؟ أنت قدمت مشروع زي ما قلنا إعادة تحديث بنية كرة القدم التحتية، مع يعني إطلالة على كيف سيكون المستقبل، وشفنا تجربة المدير الرياضي، وشفنا أحلام الإدارة الحمراء في أن الأهلي يضاهي من وضع بينهم من الأندية العالمية، لأنه قاريا خلاص أنت مصنف ما فيهاش، محليا ما شاء الله لن يديرك كثيرا حتى هروب بطولة من قبضة يدك، ولكن وأنت تجرب لابد من تظبيط. يعني أنت بتجرب المشروع لكنه مش أوان التغيير، لأنه الأهلي ما بيجربش في النادي الأهلي، لكنه بيدور مشروع درس جيدا زي ما حضرتك قلت، تم بدء انطلاقه وأعطيت شارة البدء، وبالتالي يحدث جديد بالسلب أو بالإيجاب يمكن تطويره مش يمكن تغييره. ليه؟ لأنه ما هو الصدفة وما هيش مفاجأة، بل على العكس قد يخرج يعني حد عن الخط المرسوم للتنفيذ فلازم ترجعه، أو قد يخرج عن السياق فهيتقال له شكرا. إذا كان على مستوى الأفراد، إذا كان على مستوى الأدوات، هذه الآلة إنتاج 18 يبقى احنا عايزين 19، على مستوى الكورة مش عارف نفخ ولا صب يبقى الصب أحدث حاجة يبقى الصب. أعتقد أنه المسألة بالنسبة للنادي الأهلي على ما أرى وعلى ما أتابع هي مسألة وقت، لكنها الحقيقة تحتاج أيضا لتدخل حاسم، تدخل حاسم يضع أو يعيد الأمور لنصبها. إلى نصابها بصراحة شديدة. بالظبط، لأن بالتأكيد اللي هيأثر هيتحاسب، اللي هينجز هينجازة. بالظبط بالظبط كده، ودايما الأهلي معودنا على ده، ودايما الأهلي معودنا على ده. طب في جزئية يا أستاذ عصام، يعني دايما كده بشوف الحالة اللي احنا بنلعب فيها أو الموسم اللي احنا فيه ومدى تأثيره على النادي الأهلي تحديدا في المشوار الأفريقي. السنة دي سنة خارج الحسابات بصراحة، بما يحدث في تعديل مباريات الدوري، نقل مباريات، مباراة كل 72 ساعة، وعايز أضرب مثل حصل ناس كتيرة ما خدتش بالها من الموقف اللي حصل. الاتحاد الأفريقي كان خد قرار بنقل مباراة السوبر الأفريقي هتتلعب في الدوحة، وكان في نفس التوقيت أو في خلال 72 ساعة عقب أو قبل المباراة كان الاتحاد التونسي كان عنده مباراة السوبر التونسي، وكان اعتذار لأكثر من نادي كان هيواجه نادي الترجي، الأول الإفريقي، لا الصفاقسي، في الآخر استقروا على البنزرتي. الاتحاد التونسي عشان بيراعي اسم نادي الترجي في البطولة الإفريقية وعنده مباراة في الجزائر يوم 6 إبريل ولعب في الدوحة يوم 27 مارس، وفي نفس التوقيت ما بين المباراتين مباراة السوبر التونسي، السوبر التونسي اتلعب في الدوحة. ففكرة المساعدة أو العوامل الإيجابية أنك تساعد البطل بتاعك إزاي عشان يوصل للمرحلة الإفريقية بشكل جيد، وبالمناسبة الترجي كسب في الجزائر 3-2. طبعا ازاي تساعد النادي بتاعك وهو بيلعب في بطوله افريقيه زي دي؟ الاهلي ما بيطلبش تاجيل مباريات، والاهلي بيلعب وملتزم تماما بالجدول زي ما اعلن قبل كده في كثير من البيانات، وحسنا فعل، لأنه الاهلي دايما الاهلي اعلن ده كتير قبل كده، ودايما هو في ظهر المنظومه وحريص على استكمال المسابقه. اذا طبقتم ما هو عداله انا اول الموافقين، اول الموافقين بضررها قبل افادتها. لكن دور المنظومه نفسها اللي بتنظم ده ازاي؟ لا شوف، لا تعول كثيرا برضو على المساعدات. النادي الأهلي لا يحتاج مساعدة، النادي الأهلي لا يحتاج مساعدة. فكرة تبرع ولو بتأجيل مباراة، مش تبرع بس أنا فكرة حضرتك تعرف واجباتك. لا ما أنا أفصصها لك، بمعنى أن النادي الأهلي لما قدم صيحته الأشهر والأهم وهي ضعوا الأمور في نصابها والتزموا مع الكل،
كان البادئ بالتنفيذ. والدليل اللي حضرتك قلته أنه لا حديث أيضا عن تأجيل أو طلب تأجيل أو محاولة تأجيل لمباراة المقص. ومن ثم أعتقد أن ده دور لابد أن يراجع فيه مجلس إدارة النادي الأهلي وصلاحيات كرة القدم طبعا بحكم مشروعية أنه الأكثر خبرة طبعا كابتن محمود الخطيب، عليه أن يتحدث مع رأس الاتحاد مباشرة، مع المهندس هاني أبو ريدة مباشرة. الموضوع بقى لم يعد موضوع خطابات متبادلة، وليه بقى؟ لأنه الحالة الإدارية في النادي الأهلي سابقة الحقيقة. يعني الكل لما بيطلع العميد مرجان الحقيقة يتحدث دايما عنده ديكومنت، دايما عنده هذا هو الخطاب يا أستاذ محمد سعيد وهذا هو الرد، اطلع بالمستند الثاني. الكلام ده سابق شوية، يزعلوا ما يزعلوش احنا بنقول كلام واضح يعني. ومن ثم ده أوان إعادة التربيط والتظبيط زي ما قلنا مع اتحاد الكرة. من وجهة نظري ده مش هيحصل إلا بوفادة بين كابتن حمود الخطيب والمهندس هاني أبو ريدة، على مستوى بقى أنه ده هيكون دليل الخيرات لكل الأندية والحاجات. يعني عنوان لطيف أهو، مش بس للنادي الأهلي، عندما يكون لديك مشاركات خارجية بس في النص برضو، المشاركات الخارجية الحقيقة هي مسؤولية المشارك يعني، لكن كمان أنت ما تاخدش الأندية الكبرى أهلي أو زمالك ها وتقول له شارك انت كممثل عني في 3-4 حاجات، وبعدين تقول له ان هذه المشاركه تحسب لدولابك ولا تحسب للعام. يعني ده منطق لو كان انت بتترك الامر للاحترافيه. الاحترافيه يعني ايه؟ يعني النادي الاهلي بطل الكاس هيشارك كونفدراليه، بطل الدوري هيشارك تشامبيونز ليج الافريقي. لا تضغط بقى على النادي الاهلي وتؤكد له ان عدم المشاركه العربيه هو خيانه للكره والعروبيه، لا لا الموضوع مش كده. أو تقدم له مساحات يستطيع أن يكون موجود ما دام هذا هو الحال أو هذا هو المطلوب لتجمع رياضي عربي، تساعد في الظروف المهيئة عشان ما يكونش الموسم في أو العودة الاحترافية كاملة، عشان الموسم في النهاية ما يكونش سبب جريمة في لعيبة الكرة المصرية بشكل عام، أو العودة الاحترافية كاملة. وهي تعني الآتي: ما تاخدش لاعبتي للمنتخبات إلا طبقا للقواعد الدولية، التزم معايا بالأجندة الدولية، راحة لاعبية، إصابات اللاعبين في المنتخبات، يعني ترجمة لورقة عالمية تطبق على الجميع. الأهلي يطبقها كده كده داخلي، يعني بيطبقها على فرقه في إدارته، هو يجلب الأحدث دائما. ومن ثم إما أن تكون الحالة ودية فتقدم لي مساعدات، أو تكون رسمية ومحدش بقى ايه ياخذ من حقوق الاخر. انا بس بضرب مثل لان الاتحاد التونسي مهم جدا. الاتحاد التونسي مش بعيد عننا، ازاي الانديه او ازاي الاتحادات الاهليه بتوفر افضل الظروف المناسبه لانديتها اللي بتشارك في البطوله الافريقيه؟ لان في التوقيت ده الترجي لعب مع الرجاء المغربي في الكاس السوبر، بعدها بثلاث ايام مباراه السوبر التونسي مع البنزرتي في الدوحه، كنت انت بتلعب مباراه الاهلي والزمالك في برج العرب بظروف اللي العالم كله شافها، بعدها ب 72 ساعه كان في اصرار ان مباراه برج العرب ايضا تستضيف مباراه الاهلي والاتحاد. الغريب يا اخي انه اليوم ده ومسافر بعدها 10 ساعات بس طيران. بس انا الحقيقه مش عايز الحاج عامر يزعل، يعني الحاج عامر اسكندراني، ويوم 30 مارس ده في الاجندات كلها هو يوم نوى، يعني الجو ده مش مفاجاه، لا حتى مش مفاجاه قبلها باسبوع، ده يوم نوى، يوم نوى على مدار تاريخ اجدادنا الاسكندرانيه. فأنا يعني مش عارف، ألم يكن وارد أنه حتى إطلالة على مصر الجديدة نركب طيارة ونروح نلعب القمة في أسوان؟ يعني مش شياكة برضو؟ أو استاد الدفاع الجوي يا سيدي، أنا بطلعها لك بقى حيث السياحة وحيث الجنوب وأهلينا في الجنوب ويروا القمة. وعلى فكرة استاد أسوان كده كده أنت عدد محدود من الجمهور، أعتقد أنه الأجواء لأجواء المناخ يعني هيكون ملائم وأرضية الملعب جيدة بحسب ما علمت، لكنها كانت محاولة لمزيد من إلقاء الضوء على الديربي الأهم في المنطقة. لكن محدش يزعل مني برضو، الناس مش مركزة قوي يعني. هي الفكرة والله مش مبررات، يعني أنا مش عايز أوصل إن كل دي مبررات للنتيجة بتاعت ماتش سان داونز، بس هي فكرة إيه؟ لا غير مقبول المبررات. التخطيط في الجزئيات دي مهم جدا، لأن مباراة برج العرب قدام نادي الزمالك أنا بعتبرها مش مباراة 90 دقيقة، الجهد اللي بوزل في هذه المباراة مش أقل من 180 دقيقة، أنت أكنك لعبت مباراتين في مباراة واحدة، وبعدها مسافر جنوب أفريقيا 10 ساعات طيران،
والإدارة خدت قرار أنا بعتبره في التوقيت ده طيارة خاصة كمان عشان تريح الفريق. والطيارة الخاصة يا أستاذ عصام في نقطة كمان، الناس فاكرة طيارة خاصة عشان 10 ساعات سفر، لا الطيارة الخاصة عشان توقيت السفر. أنت لو مسافر جنوب أفريقيا هتسافر الساعة 1 بالليل طبعًا. الطيارة الخاصة أنت مسافر الساعة 2 الظهر طبعًا. فكل الظروف يعني قدر الإمكان بالمحيطة بالأهلي الإدارة وفرتها في قدر الإمكان نتيجة ما يواجهك في الدوري. ما هو ده اللي أنا بقول لحضرتك، إحنا محتاجين إيه؟ مقايسة عامة. واحد يقول لك لما تيجي تدخل الكهرباء عايزين مقايسة للكهرباء، احنا عايزين مقايسة يا عم. انتوا لما يجي حد يقول لكم انه 72 ساعة ده قليل جدا، تقول له ان المنظومة الدولية تؤكد انها 72 ساعة. لما يجي النادي يطالب بالمنظومة الدولية ما حدش رد. يعني تلاقي الموضوع ما بقاش ولا دولية ولا الحاجات دي. وبالتالي اعتقد انه ضمن اوان التظبيط، وهذا هو قدر الاهلي والكبار في كل العالم، انه لازم كمان يكون مطلوب من النادي الاهلي أن يحدث حراك على مستوى وجود كابتن محمود الخطيب والمهندس هاني أبو ريدة، وإذا كان هناك رؤساء أندية آخرين، ليطالبوا بمعايير بقى ما فيهاش افتكاسة القعدة لنخرج بكذا أو ننهي الاجتماع بتشكيل لجنة لكذا. لا، عايزين نقول مرة هاتوا ورقة بتاعت الدوري الألماني، الدوري الإنجليزي، الدوري الأسباني، لأن مصر هي نفس البلدان في أوروبا، هي في قارتنا زينا زي دول في أوروبا من غير زعل. وإلا نبقى بنقلل من نفسنا، وبالتالي محتاجين نترجمها بس ونمشي عليها. طيب، وتظل الضوابط على الجميع. المباراة القادمة يمكن النهاردة كان في خبر ممتاز جدا بصراحة الكل كان سعيد بيه. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أعلن فيه أن النادي تلقى خطاب من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد الإفريقي كاف على إقامة المباراة إن شاء الله على استاد برج العرب إن شاء الله، ومخاطبة الأمن لزيادة عدد الجماهير المسموحة إلى 60,000 مشجع. وجود الجمهور بهذه الكثافة إن شاء الله في هذه المباراة، كيف ترى نسبة مساعدتها أو دورها في هذه المباراة إذا حضر هذا العدد إن شاء الله في مباراة السبت القادم؟ بتتحول للاعب رقم واحد. كنا زمان نقول اللاعب رقم 12 من كتر ما كانت ملاعبنا بتشوف أعداد غفيرة، خاصة في مباريات يعني نادي الأهلي والزمالك وكل الأندية الشعبية طبعا، لكن بمقاييس طبعا الأهلي. لكن مع غياب الجماهير اللي إن شاء الله إن شاء الله سيعود، يعني سيعود مع 2019 الكان في مصر بعون الله، ولن تكون هناك هذه الضبابية مرة أخرى. يعني البلد راح على عنوان اسم مصر الجديدة، كل مناحي الحياة تستمر. مع احترامي للسادة الفاشلون، أعتقد أنه يكون اللاعب رقم واحد طبعا في هذه المباراة. تمام. بس أملي أن ما حدش يطلع بقى ويزايد ويتكلم وينظر وأنه ليس أوان الجماهير، كل واحد يشوف شغله. عارف لو كل حد شاف شغله يا أستاذ محمد، الجمهور هيخش بأعداد زي ما أنت عايز. وبرضو أفكر حضرتك بالكثير من الحوارات معايا ومع غيري، كل اللي بيروح منضبط على الملعب حتى في ظل الأعداد المحددة، الأمن الحقيقة بيقوم قايل إيه؟ يلا في كمان 200 خش، يلا في كمان 500 خش، شفناها في ماتشات كتير على فكرة. طب أقول لك على مفاجأة. طب مباراة سان داونز والأهلي اللي أقيمت يوم من 48 ساعة في بريتوريا، لأول مرة ملعب سان داونز يمتلك عن اخري طبعا في مواجهه الاهلي طبعا. الفكره هنا مش انه داخل يشجع ويساند فريقه، على فكره من خلال متابعتي للوسائل الاعلام الاجنبيه او وسائل الاعلام في جنوب افريقيا عن هذه المباراه، الرساله اللي كان عايز يوصلها الاعلام في جنوب افريقيا هي رساله للقاره الافريقيه كلها. انا بلعب النادي الاهلي هنا في جنوب افريقيا وانتوا بتقولوا كره القدم مش الشعبيه الاولى والجمهور مش هيملى الملعب، وانا اوريك الجمهور هيملى الملعب ازاي. وطرحوا فكرة تسويقية ممتازة، انك ما تشتريش التذكرة، اشتري تيشيرت النادي او ادخل بتيشيرت الاصفر بتاع النادي هتحضر المباراة. والملعب بالفعل امتلى والجمهور استجاب، وعملوا مشهد اتمنى باذن الله ان احنا نقرره في مباراة يوم السبت القادم. ودي رسالة لكل المسؤولين، احنا داخلين على كاس امم طبعا، وانت بتلعب سان داونز بطل جنوب افريقيا. ممكن نرد بنفس المعنى، احنا عندنا مباراة افريقية مهمة يوم السبت القادم. الفكرة هنا انا بتكلم في مصر مش في النادي الاهلي بس، نملى الملعب على اخره، وتبقى رسالة للإعلام في جنوب إفريقيا. مصر اللي هتنظم كأس الأمم كمان شهرين تستطيع أن تحضر جماهيرها كامل العدد في مباراة إفريقية للنادي الأهلي أمام بطل جنوب إفريقيا قبل كأس الأمم بشهرين، ويفعلها الزمالك في مباراة الزمالك وتفعلها كل الأندية المنافسة، وتفعلها أندية مثلا شعبية في مباريات الدوري بينهم وبين بعضهم البعض، مثلا الإسماعيلي والمصري أو كذا، يعني أندية شعبية. بس تحديدا قدام إعلام جنوب إفريقيا مهم جدا. مش بس كده، ده أنت وديتنا لمساحة مهمة يا أستاذ محمد، قدام إعلام العالم اللي عايزين على فكرة
قدمت التماسات عديدة من جمهورية الكرة بجنوب أفريقيا، مش هنقول من الدولة، إنه لماذا مصر يعني؟ ولغاية دلوقتي وهذه الرسائل التي تبعث بخبث كروي للأسف، وبالتالي نحن نستطيع أن نرد عليها بحب كروي، بوفادة جماهيرنا العظيمة اللي كم قدمت من تابلوهات، كم قدمت من دخلات، والجماهير فاكرة كويس قوي 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 قوي. فرصة عظيمة، فرصة عظيمة للدولة قبل كأس الأمم الإفريقية، وانت بتلاعب بطل جنوب إفريقيا، وجنوب إفريقيا حتى هذه اللحظة ما زالت تؤكد على عدم قدرة مصر على تنظيم البطولة، وتم شحن عدد من الوكالات الأجنبية واستغلت مباراة الأهلي والزمالك، وكل مسك 30 مشجع في مباراة قمة كبيرة وكلاسيكو في بلد هتصمم افريقيا بالعالم كله بيتفرج عليها، 30 مشجع فقط، فرصة عظيمة للرد على هذه الجزئية، ان يحضر في استاد برج العرب من 60,000 80,000 متفرج يحضر في هذه المباراة للنادي الاهلي والمصر. الفكرة كلها انك كمصر بترد على الاعلام في جنوب افريقيا على ان البلد قادرة على تنظيم كاس الامم، وقدام نادي سان داونز عندنا 80,000 بيحضروا بيشجعوا النادي الاهلي، عشان يبقى ان شاء الله بعد شهرين الكل شايف ان التنظيم في مصر على اعلى مستوى. عندما تتقدم للامن بخطه واضحه لدخول جماهيرك 30 بقى او 30,000 او 100,000 هيحترم رغبتك، لانك مقدم له تاني زي ما قلنا على ما نريده من تقديم اوراق مترجمه عشان يبقى دورينا وكراتنا شبه العالم بالظبط. لما تقدم له ده طب يرفض ليه؟ لكن انت بتترك له هو المسؤوليه، وبالتالي اكنك بتدحرج كره لهب في اتجاهه. هو يحفظ امن الشارع وامن الحدود وامن العباد والبلاد كمان، ما انتش عايز تشوف شغلك بتاع الكوره، وبالتالي المفاجاه دي تؤكد كل المعاني. قدموا مشروع للامن، ويعني حاسبوني على الكلام ده، اذا لم يوافق الامن على 80 و100 الف يبقى انا ما بفهمش حاجه في البلد دي. والرساله في وقتها تبقى حلوه طبعاً، الرساله طبعاً. الفكره في حد ذاتها انت بتلعب قدام البطل المنافس ليك اللي كان بينافسك على كاس الامم الافريقيه، وصلت له رساله في مباراة على فكرة العالم كله بينتظرها، عايز يتفرج على مباراة الأهلي وعايز يشوف. ان 16 صوت دول ما كانوش كده هباء منصورا يعني. بالظبط. لا، دول كانوا عارفين حجم مصر، اللي احنا كمان لازم نديهم حقهم اللي اختارونا على فكرة، ونوريهم انهم هيكونوا أكثر سعادة وأكثر أمن في بلادنا إن شاء الله. وهم حضروا للمشهد ده مبكرا، وحضروا له بشكل ذكي جدا، إن الجمهور فعلا ملى الملعب في صن داونز، وده ما بيحصلش كتير. اشتغلوا عليها من اول ما حددوا ميعاد الماتش، ما هو انت واضح ان انت عندك المعلومات كلها، وغيروا ميعاد المباراه كل يوم. ما انا بقول لك كل يوم يحطوا بند جديد، اول يوم قالوا شراء التيشيرت، وبعد كده قالوا يكفي ان يكون معاك التيشيرت، وبعد كده قالوا من اليوم هيبدا مبكرا، واللي معاه اولاد مش عارف في كيدز اريا او منطقه العاب، غير ميعاد المباراه لثلاثة العصر عشان الجمهور يحضر، والرعاه قدموا يعني مشروبات واتعمل حفله داخل الاستاد، واتعمل حفل غنائي قبلها بساعتين، والملعب مبص بالمناسبة. بالزبط. وبالتالي لا يعني أنا بشكرك على الفكرة دي وبضم صوتي لصوتك إن شاء الله، وبإذن الله المسؤولين في الدولة عارفين طبعا أكتر مننا إيه اللي محتاجين الفترة الجاية، بس يوفروا لهم إن شاء الله خريطة الطريق، هم عايزين الجمهور يخش إزاي والتذاكر إزاي وشركات الأمن إزاي بس. بالزبط. وبإذن الله نشوف في برج العرب إن شاء الله يوم السبت 60 و70 عشان تبقى أكبر رد ورسالة بعد مباراة القمة اللي حضر فيها 30 مشجع، وكانت حديث لا على المشككين في مصر بقى، المسألة مش أهلي وزمالك، أنت اللي بتتكلم فيه ده بقى المشككين في بلدنا كل، مش في نادي ولا اتنين ولا خمسة ولا فرصة فتورة. عظيمة، أتمنى نستغلها بشكل إيجابي لمصلحة مصر، وبالتأكيد هتفري مع النادي الأهلي في هذه المباراة الكبيرة يا أستاذ عصام. مؤكد، لأن الضغط الجماهيري يعني سيعاني منه هذا الفريق معاناة، هذا ما كان يضيف لفنيات الكرة المصرية، هذه الجماهير العاشقة اللي كانوا وسيظلوا في القارة جمعاء، ويمكن في ملاعب العالم اللي ما بتمتلئش إلا قبل المباراة بساعتين، بيحسدونا إنه الفرق بتبقى عارفة بمشجعينها إنه الماتش بتاع 8 بالليل، الجمهور موجود من 11 الصبح في الملعب، فبيحسدونا على الرسائل دي، وبالتالي يعني فعلا هيكون عمل جيد حتى لو بدأنا ليه توظيف ده على المباراة القادمة سواء للزمالك أو للأهلي، ومن ثم يكون ده بداية دوران عجلة عودة الجماهير إن شاء الله قبل ما نخش في تفاصيل الكان 2019. طيب جزء فني هاخد رأيك فيه، لأن في رقم ما اقدرش أتغاضى عنه أو ما اتكلمش فيه. فريق سان داونز خلال هذه البطولة أحرز 13 هدف بداية من الدور التمهيدي حتى أو دور الـ 32 حتى مباراة النادي الأهلي. مباراة النادي الأهلي 18 هدف، على ملعبه احرز 17 هدف،
خارج ملعبه لم يحرز سوى هدف وحيد. كلنا اتكلمنا على صن داونز، على ملعبه ازاي بيستحوذ بنسبه كبيره وازاي بيجيب نسبه تهديف عاليه، لكن خارج ملعبه عنده نقطه ضعف كبيره جدا في التهديف وفي الاستحواذ. ممكن 35% استحواذه وما بيحرص الا هدف وحيد او ما احرصش غير هدف وحيد طول البطوله. الرقم ده ممكن يديك انطباع انك ان شاء الله حتى باذن الله يعني بقى لازم اللعيبه والجهاز اكيد هيقدروا الموقف وهيقدروا اهميه هذه المباراه، لكن الرقم ده يديك مدلول زي ما الرقم الايجابي لصن داونز على ملعبه ادانا مدلول ان ممكن يعملوا مباراه كبيره. ما انا مش عايز اروح على انه الاهلي يحتاج لمعادلات صعبه علشان يقدم نفسه، الاهلي لا يحتاج تقديم نفسه مجددا او لا يحتاج للبناء على كيف سيلعب صن داونز او غيره، الاهلي يحتاج فقط استعاده شخصيته او مش الاهلي بقى عشان نكون محددين، نجوم الاهلي يحتاجوا لاستعاده شخصيه اداء النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضرتك وقتها اللي هيفرق مش عدد الاهداف، اللي هيفرق هو الاداء. وبلاس 90 دي كانت وستظل هي فكره هذا القتال في الملعب، مش هذا الرقم من الاهداف ولا حتى الفوز بهدف فيبقى جبت الثلاث نقط حتى لو على مستوى الدوري. اكم من مباريات للنادي الاهلي اللي هي تصنف بروح الفانيلا الحمراء، تصنف بلاس 90 وهرب التعادل مش هرب حتى الفوز، وصفقت الجماهير للنجوم وهي تغادر الملعب لانه كانوا بيروا ان النجوم في حاله تانيب لضمائرهم الكرويه وهم بيلعبوا وهم بيغادروا المستطيل الاخضر لانه قاتل طول المباراه. عليك ان تقاتل كرويا طبعا اولا ثم تنتظر النتيجه مع حسن الاستعداد. يا اخي اغلب الاجانب لما بيجوا بيقول لك انا ما وديش اللعيبه يعني الاجهزه الفنيه عند المنطقه الخطره كتيره، وبعدين يبقى الكلام في الاخر في الحاجات بقى اللي هي القدريات اللي محدش يقدر يرد على التاني قدر الله وما شاء فعل، واحمد ربنا ان محمد وعصام طلعوا سلام يا سيدي الحمد لله، لكن لما يبقى الجون بيقع تحت ولازم تشيلها تشيب يبقى تشيلها تشيب، لما يبقى لازم لما تطلع هيدرز كذا يبقى ما فيش ماذا. وبالتالي نحن نحتاج لضبط الادوات أكيد. مش للاستسلام للقدريات وفقط. اكيد استاذ عصام شلتوت الكاتب الصحفي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي اليوم السابع نورتني وشرفتني، وقدر الامكان اتكلمنا عن المرحله القادمه وازاي نحضر بشكل جيد لمباراه العوده ان شاء الله السبت القادم باذن الله. مؤكد انا اللي بشكرك، واذا كنا بنستدعي هذه القدره من كل الجهات المعنيه بكره القدم والرياضه ايضا بنستدعي قدرات نجوم يستحقوا ان يكونوا موجودين في النادي الاهلي، جماهيرهم كلها ثقه فيهم، لكن يستحقوا كمان ان ننبههم في اذانهم استعيدوا شخصية النادي الأهلي. شكرا لك استاذ عصام. شكرا جزيلا لك. فقرة كانت مهمة جدا في ختام النهاردة حلقتنا المهمة جدا يوم الأحد في الأهلي الليلة، اتكلمنا عن مباراة السبت إن شاء الله القادم، مباراة صن داونز والأهلي بإذن الله، المعالجة الإعلامية، الدوافع والمطلوب، إنشاءة غرة القدم أن يخرج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا، فليكن هذا الخروج من الباب الكبير. دور الجهاز الفني واللاعبين مهم جدا في هذه المباراة، وتاني إنشاءة كرة القدم أن يخرج النادي الأهلي من البطولة الإفريقية فليكن هذا الخروج من الباب الكبير. شكرا لحسن المشاهدة، وبالتأكيد إن شاء الله خلال الفترة القادمة هنكون معاكم أول بأول لمتابعة كل الأحداث الرياضية داخل النادي الأهلي، لكن في الختام بدعوكم لمشاهدة التقرير التالي، احتفال يوم اليتيم داخل مقر النادي الأهلي بالتأكيد كان حدث مهم جدا، والدور المجتمعي اللي بيقوم به النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة. نشكركم على هذا التقرير وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.